السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي الأعزاء ومشاهديني الكرام، أهلا بكم في البلوج الجديد. النهاردة آخر ليلة قدر في شهر رمضان الكريم، وكما ذكر في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزلت ملائكة فيها بإذن ربهم كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، صدق الله العظيم. في شهر الصبر صبرنا وغالبنا الشوق لطقوس رمضان مع الأقارب والأحباب، واتخذنا في بيت كل واحد منا ركنا نتضرع فيه لله تعالى، نحمده على كل شيء ونطلب منه أن يطرح علينا الزيت والزيت. بمناسبة رمضان الكريم وحلول علينا عيد الفطر المبارك، عيد سعيد لكم جميعا، وادعوا كل اللي نفسكم فيه النهاردة في ليلة القدر، وإن شاء الله ربنا هيستجيب. شكرا لمشاهدتكم، ابقوا مع الله، ابقوا في البيت.